اختي لاباس عليك؟ اهلا وسهلا مرحبا. اخبارك كي درتي؟ الله يبارك فيك على اللون. لاختك بقيتي انت مزيان؟ الحمد لله هذا هو الاساس. مرحبا. انا قدم لك اليوم اختي واحد طاقليتين بالكامونبير والكركاع، تجي بنان؟ نعم. طاقليتين بالكامونبير والكركاع. نعم. انا احتاج علبه ديال الفرومه ديال الكامونبير، 20 غرام ديال الزبده، 20 سنتيلتر ديال الحليب. التي شحال زبدة؟ 20 غرام زبدة، 20 سنتيلتر ديال الحليب، 20 سنتيلتر حليب، جوج معالق كبار ديال الدقيق، جوج معالق كبار، 300 غرام ديال الطاقليته، 300 غرام 30 غرام كركاع. هادو هما كل المكونات فهم بالضبط. تعاودي المقادير؟ نعم. تكملي الطريقة. لا مقادير قليلة. بالنسبة للطريقة غادي نقطعو الكامونبير ديالنا قطع صغيرة ونحتفظو به في الثلاجة، نقبطو كاسرولة وندوبو فيها الزبدة ونضيفو لها الدقيق ونخلطو، نزيدو الحليب وحنا تنخلطو بالفوي على شكل بيشاميل، وتنضيفو 3 لـ4 ديال الكمية ديال الكامونبير ديالنا لهاد الصوص بيشاميل ونخليوها تذوب. تنقبطو تاكليتات وتنصلطوهم في ماء مملح تقريبا 3 ديال الدقايق ولا كثر على حساب باش ماركي في العلبة، حيت كل نوع ديال لي بوط والمدة اللي كتكون مكتوبة فيه. تنصفيهم ونرميهم في الكاسرولة اللي تشربو لينا هاد البيشاميل بالكامونبير، وفي التقديم تنزينو بهادوك القطع الكامونبير لي بوط اللي خلينا ديال التزيين والكركاع. هي مكونات بسيطة ولكن تجي بنينة بزاف. نعم. إذا المكونات قلنا علبة ديال الفرماج كامونبير، 20 غرام ديال الزبدة، 20 سنتيلتر ديال الحليب ياك، جوج معالق كبار ديال الدقيق، 30 غرام ديال الكركاع، و 300 غرام طاليليتا اللي تيغ ياك. وي طاليليتا الوي. نهارك مبروك اختي. الله يبارك فيك. ما فيهاش مقادير كثيره يعني. تجي بنينه بزاف. ان شاء الله يجربوها السيده. الاخوات هي تجي بنينه بالكامونبير، اللي ما توفرش لا ممكن دير شي فخوماج غير كيدوب بالزربه. الرغبه ديالها غير تفادى الموتزاريلا لانها باتت شويه ما فيهاش لوكو. نعم ان شاء الله. فغادي ان شاء الله غادي نجربوا هذه الوصفه، ووصفه كما قلنا ما فيهاش مقادير كثيره. اذا بشرى كانت معنا.